ننتقل بكل ذلك إلى ضيفي السيد سركيس تشوبريان، وهو محلل الأسواق العالمية في مجموعة إكويتي. أهلا وسهلا بك، ودعنا بدءا نقف على الذهب، يعني الذي وإن كان غسجل الله يسعد أوقاتك بعض الارتفاعات المحدودة، لكنه حتى الآن يعني تحت الضغط، وهو الآن باللون الأحمر ويفقد حتى مستويات $1,700 للأونصة، على الرغم من تمرير حزمة التحفيزات الأمريكية سركيز، وكان كثير من المراقبين يروا أن ذلك سينعكس إيجابا على الذهب، وهذا ما لم يحدث. لماذا؟ بالفعل كما تفضل، كانت أغلب التوقعات تشير بأن إقرار الحزمة التحفيزية الأمريكية قد يكون له تأثير إيجابي على أسعار الذهب مباشرة، حيث أن الحزمة التحفيزية الأمريكية تعني زيادة السيولة المتداولة في الأسواق، لكن حاليا ما زال أمامنا بعد الوقت تأخذ هذه الخطة حيز التنفيذ الفعلي. فقد وافق بالفعل مجلس الشيوخ، أو بالكاد وافق مجلس الشيوخ على تمرير هذه الحزمة، حيث أن الحزب الجمهوري رفض بشكل قاطع هذه الحزمة، بينما الحزب الديمقراطي هو من سمح بتمرير هذه الحزمة. ولاحقا نحن بانتظار أن تصل مرة أخرى إلى مجلس النواب الأمريكي، ومن ثم توقيعها من خلال الرئيس الأمريكي. حاليا عندما تم الإعلان عن تمرير حزمة الإغاثة والتحفيز التي تبلغ قيمتها $1.9 تريليون، شهدت الأسواق المالية مع بداية تداولات هذا الأسبوع ارتفاع كبير في عوائد السندات. لماذا؟ لأن حزمة التحفيز تعني احتمالات ارتفاع أكبر في التضخم، وبالتالي شهدنا توترات كبيرة في أسواق السندات، وأيضا رافقها توتر كذلك في أسواق الأسهم الآسيوية مع بداية تداولات هذا الأسبوع. وهذا كله انعكس على شكل أمرين مهمين: الأول الارتفاع في الدولار الأمريكي مقابل سلة العملات، واستقرار عوائد السندات قرب مستوياتها المرتفعة، وأخص بالذكر هنا عوائد أمد استحقاق ال10 سنوات. هذا كله أدى إلى محدودية الإيجابية التي استفادت فيها أسعار الذهب عندما ارتفعت خلال تداولات هذا اليوم، قبل أن يعود الضغط الهابط من جديد بتأثير من ارتفاع الدولار الأمريكي. وبالتالي هنالك متغيرات أخرى إلى جانب حزمة التحفيز يجب النظر إليها حاليا عندما نتحدث عن أسعار الذهب، وأهمها معامل الارتباط السلبي ما بين عوائد السندات الأمريكية أمد الاستحقاق 10 سنوات مع أسعار الذهب. ومع بقاء عوائد السندات مرتفعة، قد تبقى أسعار الذهب تحت ضغط هابط حتى لو كان على المدى القصير. رغم أن التوقعات المستقبلية على المدى الطويل ما زالت تشير إلى أن أسعار الذهب مرجح ارتفاعها، لكن على المدى القصير الدولار الأمريكي عوائد السندات قد تكون هي المحددة لتوجهات الذهب، والتي باعتقادي قد تشهد المزيد من الضغط الهابط بين الحين والآخر قبل أن تعود للاتجاهات الصاعدة الإجمالية. نعم سركيس، يعني دعنا نعرج على النفط الذي يستأثر بكثير من الاهتمام اليوم في ظل الزيادات والارتفاعات اللافتة. دعنا نتحدث إلى أي مدى هذه الارتفاعات مرشحة للاستمرار، خاصة وأن الظرف الذي أدى إليه هو ظرف طارئ فيما يتعلق بالهجمات التي تعرضت لها بعض المنشآت النفطية السعودية. بالفعل القفزة السعرية التي حصلت هذا اليوم، والتي قاربت أو أقل قليلا من دولارين، قلص منها النفط الأمريكي الخفيف وكذلك عقود برينت كثيرا، وعادت عقود النفط الأمريكي لتتداول ما دون $67 للبرميل الواحد. بداية لننظر إلى الأسباب الأساسية التي حفزت الارتفاع في أسعار النفط خلال الفترة الماضية على مدى بضعة أشهر، سوف نلاحظ بأن خفض الإنتاج من أوبك بلس إلى جانب التخفيضات الطوعية التي قدمتها المملكة العربية السعودية، وفوق كل ذلك أضيف توقعات في تعافي الطلب العالمي على النفط، كلها أسباب اجتمعت مع بعضها البعض حتى تدعم ارتفاعات أسعار النفط، خصوصا مع الانخفاض الذي شهدناه في المخزون الأمريكي خلال الفترة الماضية. هذه الظروف الأساسية قد تبقي على الاتجاهات الصاعدة على النفط، ورغم أن أيضا وزارة الطاقة السعودية أشارت هذا اليوم بأنه لم تحصل هنالك أضرار مستمرة إن كانت على المنشآت أو في الأرواح، فهذا قد يكون له بعض الضغط الهابط على أسعار النفط لبعض الوقت المؤقت. لكن حاليا أعتقد بأن الظروف الأساسية ترجح استمرارية ارتفاع أسعار النفط، ربما نتحدث عن مستويات قريبة من $70 للأمريكي الخفيف، $75 أيضا بالنسبة لعقود نفط برينت. لكن مرة أخرى لا أستبعد أن نشهد بعض التصحيحات، لأن الظروف هذه بالفعل كما أشرت وتفضلت حضرتك بأنها ظروف مؤقتة قد تسبب بعض التذبذب قبل الاستمرار في الاتجاهات الصاعدة الإجمالية.
أنا أشكرك السيد سركيس تشوبريان، وأنت محلل الأسواق العالمية في مجموعة إيكويتي. شكرا جزيلا.